يقال إن الحياة مسرح، وإن قصة كل واحد فينا تنفع رواية. حياة دينا تنفع رواية على المسرح؟ وما الدنيا إلا مسرح كبير. أكيد يعني حياتك تنفع رواية؟ يعني بشوف إن ممكن تنفع رواية، بس يعني هي رواية صعبة أوي، يعني هتبقى فيها أماكن صعب تصدقها، لأن الحقيقة دايماً يعني الناس بتفتكر إن مثلا المسلسلات اللي بتيجي أو الأفلام، لا إذا مش هيحصل كده، لا الواقع أصعب من كده بكتير. مواقف مش ممكن حد كان يعدي بيها غيرك، يتغلب عليها ويعديها. شفت بعيني ناس عدت من أصعب من اللي أنا كنت فيه، إنما هي قدرات. تسمي مسرحية دينا إيه؟ إيه؟ لا يعني ممكن أسميها إيه؟ يعني حب الحياة. حب الحياة؟ لايقة عليكي. لايقة عليكي. يعني هي حب في الحياة. تبدأيها من أنهي فصل؟ تبدأيها طبيعي من الفصل الأول من الطفولة، ولا في فصل تحبي تتجاهليه وتعديه وتبدأي من مكان ما أنت عايزة؟ بصي، أنا عامة ضد كل المسلسلات اللي بتتعمل بتاعت قصة حياة الناس، لأنهم بيتجاهلوا حاجات كتير جوه القصة بتخليها ضعيفة، ويك، ما هياش بالقوة. أنا بشوف إن أصعب حاجات بتحصل للإنسان في حياته هي اللي بتخليه بني آدم، هي اللي بتكون شخصية حد، يا يحبوا الناس يا يكرهوا الناس مش مهم، بس المهم إنها بتعمل صورة بني آدم. فلو شلتي منها فصل مش هتبقى هي الحقيقة، مش هتبقى هي الصورة الكاملة للشخصية. بالعكس، أنا بشوف إن أسوأ ما في الحكاية هو أحلى ما في الحكاية، هو سبب كل الحلو اللي بعد بالزبط. كده راضية بفصل البداية؟ أنا راضية بكل حياتي زي ما هي، ومش عايزة أغيرها. يعني متهيالي في ناس بتبقى بتحلم لو كانت حياتهم بشكل تاني، لكن أنا حابة حياتي بكل تفاصيلها، بكل حاجة حصلت فيها، واللي جاي كمان راضية بيه زي ما هو. أنا عندي حالة رضا كاملة عن كل حاجة بتحصل فيها.